السلام عليكم ورحمة الله. معكم مستشار حسين فهيس، مركز التسعية العلمية لولاية تمدية يحيى وزيان، بدعوة من مديرية الشباب والرياضة لولاية تلمسان وديوان مؤسسة الشباب أيضا والرابطة العلمية لولاية تلمسان، توجهت لنا دعوة للمشاركة في المخيم العلمي من أجل إثراء هذا المخيم، يعني باش تكون سنة حميدة في المستقبل إن شاء الله، على أساس أن الشواطئ تاعنا ما تبقاش فيها الفكرة فقط للاستياف، يعني نغتنم الفرصة باش تكون ترويح على النفس واستفادة علمية. فيما يخص الأجهزة اللي حضرناها معنا بهذه المناسبة خلال أسبوع، كنا شاهدنا عدة أرصدات فلكية. الأرصدات الفلكية تاعنا كنا نقسموها إلى مرحلتين في الفترة المسائية. طبعا الفترة المسائية كنا دائما نوجه تلسكوب خاص نحو الشمس لرصد البقع الشمسية، وهذه ظاهرة يعني لاحظناها هذا المرة أنه عدد البقع الشمسية كان عدد كبير جدا، وهذا ما يدل على ارتفاع النشاط الشمسي. هذا بالنسبة للفترة المسائية. الفترة الليلية رانا نغتنم فرصة باش نتبع مراحل القمر، وخاصة الفترة تاع أول أمس أين كان القمر في مرحلة البدر، وكان إقبال يعني جد كبير من طرف المصطفين هنا. السلام عليكم لمدينة تلمسان، واللي بالمناسبة جينا نشوف القمر، هي شفناه بالتلسكوب، وهو داك السيد هو اللي وراه لنا. شفنا حاجات بزاف في القمر، وشفنا حاجة مليحة في القمر اللي جامي شفناها. جيت ضربت الله هنا على التلسكوب، حاجة جديدة عليا، أنا أول مرة نشوفها، وبارك الله في السيد هذا اللي جابنا التلسكوب هنا باش نشوفه أول مرة بالعين المجردة. حاجة خارقة للعادة، مليحة،